تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على سوريا، ولكن من خلال الاتحاد الأوروبي، تحديدا مدينة بروكسل التي تعهد المانحون فيها بمنح اللاجئين السوريين 6.4 مليار دولار لمساعدتهم على تجاوز الأزمة التي يعيشون فيها منذ بدء الصراع في سوريا منذ ما يقرب من 10 سنوات. هذا القرار يأتي في الوقت الذي وصفت فيه الأمم المتحدة الوضع في سوريا، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني أو الاجتماعي، بالكارثي بعد 10 سنوات من هذا الصراع الدائر في البلاد، والذي لم يحسم حتى الآن لصالح الدولة السورية. أيضاً الخارجية السورية رفضت مقررات هذا الاجتماع، وقالت إنه ليس قانونياً ولا يعبر عن الإرادة الدولية، ورفضت كل مقرراته لأنه فيما يبدو أن هناك عدم اعتراف بالحكومة السورية ولا بالرئاسة السورية الحالية. أيضا هناك أوضاع دولية كثيرة أدت إلى تراجع الملف السوري على الصعيد السياسي، في الوقت الذي تستعد فيه أو يستعد فيه الداخل السوري لإجراء انتخابات رئاسية يقال إنها ستؤدي بالطبع إلى فوز الرئيس بشار الأسد بدورة جديدة لرئاسة سوريا، وهو ما لا يعترف به الاتحاد الأوروبي ولا المجتمع الدولي نتيجة فشل المفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا في حلحلة الشق السياسي من هذا الصراع. حول هذا الموضوع وحول إمكانية أن تصل المساعدات إلى مستحقيها من اللاجئين السوريين، وحول إمكانية الضغط لإيجاد مسار سياسي للأزمة السورية التي ما زالت تراوح مكانها منذ 10 سنوات تقريبا، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة سعادة السفير حمد صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مرحبا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم والهدف الذي حددته الأمم المتحدة ب10 مليارات دولار، تعهد المانحون الدوليون بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، على الرغم من تزايد الحاجة للمساعدات الإنسانية بعد عقد من اندلاع الأزمة في سوريا. وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليار دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، على ما أوضح المفوض الأوروبي يانيشا لينركيتش في ختام المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2021، منها 4.2 مليار دولار للإغاثة الإنسانية داخل سوريا، والباقي للاجئين المنتشرين في دول المنطقة. وتقول الأمم المتحدة إن 24 مليون شخص بحاجة إلى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، بزيادة 4 ملايين عن العام الماضي. ويشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية في أكبر حملة سنوية لمساعدة المتضررين من الحرب. وجمع المؤتمر السابق في يونيو الماضي تعهدات بدفع 5.5 مليار دولار لعام 2020 وفق الأمم المتحدة، النصيب الأكبر منها للدول الأوروبية التي تخشى أن يؤدي الفشل في مساعدة اللاجئين إلى تدفقهم إلى أوروبا. We'll be right back.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. في البداية وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الوضع في سوريا في الوقت الحالي بالكارثي نتيجة صراع امتد لعشر سنوات بين الأطراف السورية. بوجهة نظرك من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في سوريا؟ يعني وصف الكارثي وصف صحيح. سوريا تمر بمأساة، والمؤتمر مؤتمر بروكسل في الواقع بيعالج جزء من هذه المأساة فقط وهي اللاجئين، ولكن القضية قضية معقدة على مستويات متعددة. على مستوى داخلي هناك صراع بين المعارضة والنظام، على مستوى إقليمي هناك قوى إقليمية متعددة تتدخل في الشأن السوري ومنها إيران وتركيا وقطر وقوى أخرى، على مستوى الولايات المتحدة على مستوى دولي هناك الصراع التقليدي بين الولايات المتحدة وروسيا ثم التدخل الأوروبي. كل هذه المستويات المستوى الإقليمي والمحلي والدولي هناك مشكلة حقيقية، هناك انسداد في طريق التفاوض وطريق الحل. هذا الانسداد بينعكس في مؤتمر بروكسل، رغم انهم توصلوا الى انهم يقدموا هذه المنحة الاقل من المتوقعة او المطلوبة من جانب الامم المتحدة وهي 6.4 مليار دولار للاجئين فقط وليس للنظام وليس لسوريا ككل. الرغم من هذا الا ان هناك ما زال انسداد خطير في التحرك نحو حل القضية السورية. هذا الانسداد ايضا معرض الان لتغيرات، لأنه بدأ يحدث تغير في الأوضاع الإقليمية. تركيا تغيرت موقفها، نرجو أن يكون أيضا هذا بداية لتغير موقفها من سوريا. قطر تغيرت موقفها نسبيا، هناك تغير في الموقف الإقليمي، هناك تغير جذري في الموقف الأمريكي باعتبار إدارة بايدن سيكون لها استراتيجية جديدة ليست واضحة حتى الآن. روسيا ما زالت أيضا تبحث عن ما هو المخرج للمشكلة السورية ولم تحدد موقفها بعد. ولكن المشكلة السورية مشكلة كبيرة وتؤثر على المنطقة الشرق الأوسط، ولكن تؤثر أيضا على المنطقة الأوروبية. يعني زي ما أشار التقرير بتاعكم أنه يعني تدفق اللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين على أوروبا سيؤثر تأثيرا خطيرا على أوروبا، وأيضا انتشار الجماعات الإرهابية وانتشار القوى المختلفة التي تدعم المعارضة ولتدعم النظام وما إليه وتمدد النظام الإيراني، كل دي قضايا ملحة تحتاج إلى نظرة أكثر دقة من هذا وليس فقط مؤتمر للمانحين للاجئين. بوجهة نظرك هل قصرت الإدارة السابقة الأمريكية بتركها الملف السوري، خاصة أنها كانت من رعاة مسار جنيف فيما يتعلق بالأزمة السورية مما أوصلها إلى هذا الحد؟ نحن نرى حلحلة الآن للأزمة الليبية بتدخل أمريكي في عصر بايدن. وجهة نظرك هل ترك الملف السوري أمريكيا لأطراف أخرى تتنازع عليه أو تحاول حلحلته؟ شوف مأساة المنطقة العربية أو شرق المنطقة شرق البحر المنطقة هو ماذا حدث في فترة أوباما وما تلاه. فترة أوباما تزعم فكرة الانسحاب من المنطقة وفكرة عدم التدخل والنظر إلى منطقة الشرق الأسيوي على أن هي منطقة استراتيجية الأولى بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي لم يعطي اهتماما كافيا لمنطقة شرق البحر المتوسط والمنطقة العربية الشرقية، وكانت النتيجة أنه ترك لروسيا التدخل باعتبارها القوة الأساسية في سوريا ولكي توازن القوى الأخرى وخصوصا القوى الإيرانية، ولم تتدخل الولايات المتحدة بشكل كبير مجرد الحفاظ على مصالحها مع الأكراد ومنطقة البترول وما إليه في سوريا. وبالتالي كانت النتيجة سواء في سوريا أو في العراق أو في مناطق مختلفة أو ليبيا وما إليه أن سياسة أوباما وما تلاها أن إدارة ترامب لم تغير تغييرا جذريا في هذه السياسة، نحن نواجه هذا الموقف حاليا. ليس هناك توازن في المنطقة، لماذا؟ لأن الولايات المتحدة انسحبت متعجلة ولم تترك وراءها أنظمة تساعد على البقاء السياسي. انسحبت بخطأ أم يعني بقصر نظر أم أنها لها أهداف طويلة المدى؟ يعني هو المشكلة الأساسية لماذا تدخلت أولا؟ يعني لماذا تدخلت؟ نعم كانت مشكلة.
فإذا دخلت لا يجب أن تترك الأمور بعد ما أسأت التصرف، ودي المشكلة الأساسية. لقد تدخلت سوريا الولايات المتحدة تدخلا كبيرا في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في ليبيا أو ما إليه، ثم انسحبت متعجلة في عصر أوباما. وكانت نتيجة الانسحاب المتعجل أنه تركت فراغا استراتيجيا خصوصا مع فترة الربيع العربي والتي انهار فيها النظام الإقليمي العربي. ثم تدخلت القوى الإقليمية الجانبية، تركيا وإيران وإسرائيل. هل انهار النظام الإقليمي العربي في فترة الربيع العربي أم أنه كان يعني لو تحدثنا مثلا عن جامعة الدول العربية، هل كانت كيانا قويا أضعفه ما حدث في ما يسمى أيا كان الربيع العربي أيا كان؟ النظام الإقليمي العربي ليس معادنا للجامعة العربية. الجامعة العربية مجرد شكل من أشكال النظام الإقليمي العربي. لما النظام الإقليمي العربي مرتبط بأنك هناك تجمع لمجموعة من الدول القوية والأنظمة السياسية التي تستطيع أن تحافظ على الأمن داخليا وإقليميا. فعندما تنهار خمس أنظمة في وقت واحد في تقريبا في نفس النظام في نفس الوقت، طبعا ينهار النظام الإقليمي. انهار النظام في سوريا، في ليبيا، في اليمن، وفي العراق، وأيضا انهار جزئيا في مصر إلى أن استعادت مصر قدرتها على التحرك وما إليه، بل وفي تونس. وبالتالي يعني خمسة أو ست دول عربية انهار الأنظمة السياسية فيها. في هذه المرحلة كان في فراغ استراتيجي. ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة في هذا الفراغ الاستراتيجي ده؟ أدى إلى تدخل كل القوى المختلفة الطامعة. طيب عند هذه النقطة تحديدا، وأنت يعني دبلوماسي ولك خبرة في هذا المجال وفي أنظمة الحكم في العالم، يعني هل ما زالت الكيانات العربية تحتاج إلى الخارج لإعادة ترسيخ الأوضاع في داخلها بعد تقريبا يعني 70 سنة كجمهوريات تم تأسيسها لكي تنضج وتكون معتمدة على نفسها ذاتيا بعد إزاحتها لفترة الاستعمار؟ شوف، نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نظام دولي يتحدث عن السيادة الوطنية وأنه لا يمكن لدولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى. لو كان هذا النظام الدولي قد استقر ومنع التدخل الإقليمي في المنطقة والتدخل الدولي، لم يكن هناك مشاكل كبيرة. وإنما كانت النتيجة عندما انهارت هذه الأنظمة السياسية نتيجة تغيرات سياسية داخلية أنه اجتاحت المنطقة القوى الإقليمية المجاورة والقوى الدولية. فبالتالي التأثيرات الإقليمية والدولية هي التي أدت إلى مزيد من الانحيار. طيب سنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى، وقد انضم إلينا من دمشق السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي السوري. مرحبا بك. ولماذا ليس هناك اتصال بين الإدارة السورية والإدارة الأوروبية في بروكسل لمحاولة حلحلة الأمور بدلا من رفض مقررات يعني مؤتمر بروكسل لمساعدة اللاجئين السوريين؟ تفضل. تحياتي لك وللساده المشاهدين وضيفك الكريم. انت تعرف يعني بان عندما بدات الازمه السوريه كانت هي بفعل تدخل اجنبي، وخصوصا يعني الدول القريبه من سوريا، بعضها كان عربيا والبعض الاخر اقليميا ومنها تركيا. وعندما يعني اقيمت ما يسمى نادي اصدقاء سوريا، كان موجه لدعم المجموعات المسلحه في سوريا وايضا لتقوية هذه المجموعات ضد الدولة السورية. مؤتمر بروكسل لم يدعو الدولة السورية إلى هذا المؤتمر، وإنما عقده لدعم المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، وهذا يخالف ميثاق الأمم المتحدة. ولكن إذا كنت تلاحظ بأن جميع الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة وحتى بعض الدول العربية مشاركة في هذا المؤتمر ولم تدعو الدولة السورية، وحتى هي لا تنظر إلى الأزمة الإنسانية الموجودة في سوريا إلا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. يعني اليوم الولايات المتحدة تفرض قانون قيصر على الشعب السوري، وهو يمس بحوالي ثلثي الشعب السوري. أيضا يقوم الاتحاد الأوروبي بتسجيل مواقفات كل عام. تقوم الولايات المتحدة بسرقة النفط والقمع من شمال شرق سوريا، وكل هذا لا احد يتكلم عنه في مؤتمر بروكسل. عندما سمحت الامم المتحده في عام 2014 بدخول المساعدات الانسانيه عبر المعابر، قاموا بادخال السلاح ومنها صواريخ التاو والاسلحه الثقيله والاسلحه
وصواريخ بعيدة المدى، وكل هذا موجه ضد الشعب السوري. ولذلك يعني في سوريا صدر بيان عن الخارجية السورية اعتبر هذا المؤتمر هو مؤتمر للنفاق، وأنا أعتقد أن هذه الكلمة الصحيحة لوصف هذا المؤتمر الذي حدث في بروكسل والذي كان موجه ضد سوريا وضد السياسة السورية وضد الشعب السوري. لو كانت هذه الدول فعلا تريد على الأقل يعني حكم أمنية لكانت رفعت العقوبات وامتنعت عن فرق ثروات الشعب السوري، ولسنا بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية. طيب يعني هم لديهم أيضا ملاحظات أن سوريا أو الإدارة السورية الحالية لم يعني تنفذ قرارات الأمم المتحدة، وكان من بينها بدء كتابة دستور وبدء انتخابات. الآن سوريا على أعتاب انتخابات، يقال إن يعني إنها سترسخ الوضع القائم بعدم وجود منافسة حقيقية على الرئاسة، هذا ما يقوله الأوروبيون. تفضل. تماما يعني أنت قلت يعني هذا ما يقوله الأوروبيون، هذا صحيح، ولكن هل الدولة السورية ستنفذ لوحدها؟ يعني ما من ستنفذ؟ هل ستنفذ يعني مثلا القرار 22 أو 54 في ظل وجود الاحتلال الأمريكي أو في ظل وجود الاحتلال التركي؟ هل ستنفذه مع يعني النصرة وداعش وحراس الدين وغيرها من المجموعات القاعدية المتواجدة في إدلب؟ يعني عندما بدأنا بتحرير إدلب قال زين الجبري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا لم نسمح لقلعة المعارضة في إدلب بالسقوط في يد الجيش السوري، على الرغم من أننا نعرف يعني بأن هذه المنطقة فيها الكثير من الجماعات الراديكالية والقاعدية. إذا عندما يقول بأنه هو الذي يحمي القاعدة وهو الذي يحتل الأراضي، مع من تنفذ قرار 22-54؟ يعني أين سينفذ قرار 22-54؟ نص القرار 22-54 على حكومة انتقالية ولكن من الطرفين، هم لا يعترفون بالطرف الآخر. يعني هل في حال قلنا لهم تفضلوا لتكون هناك يعني حكومة وحدة وطنية، لم يوادروا. يعني اليوم أصبحت سيد الكريم أصبحت المعارضة مرتهنة للإخوان المسلمين ولتركيا، كل المعارضة السورية الراديكالية تحركها تركيا والعرب يتخرجون. يعني عندما حاولت الدول طيب العربية يعني سيد غسان يعني فيما يبدو طيب عفوا للمقاطعة حتى يعني لا تضيع منا النقاط الهامة، يعني إذا كانت كل معارضة في الوطن العربي هي متهمة إما بالخيانة والعمالة أو من ناحية أو انضمامها أو انضوائها تحت راية محددة هي راية الإسلام السياسي وفي مقدمته الإخوان المسلمون، يعني أين الحل إذن؟ يعني لن تكون هناك حل لا في سوريا ولا في الوطن العربي ما دامت ليس هناك تداول للسلطة يجعل البلد بعيدة عن أي نوع من أنواع الصراعات السياسية. يعني نحن نرى غياب الصراع السياسي في مصلحة الصراع المسلح. تفضل. أخي الكريم، الأزمة السورية لنعود إلى ما قلت وخطرت، يعني من الذي يعني تدخل في سوريا؟ من الذي تدخل في ليبيا؟ من الذي تدخل في العراق؟ من الذي دعم الميليشيات؟ يعني من أين دخل السلاح إلى سوريا؟ من أين دخلت القاعدة؟ من أين دخلت داعش؟ من أين يعني عندما كانت سوريا كانت يعني الدولة السورية تعيش بأمان وسلام ولها علاقات جيدة مع كل الدول العربية، وايضا لم يكن هناك اي مشاكل، ولكن عندما نعم هناك تدخلات، ولكن هناك هناك سدت حكم في دمشق. دمشق قائمه دوله كبيره، دوله عفيه، دوله لديها من الكوادر والمهارات ما يعني يتجاوز اسما معينا يظل مثلا في الحكم الى الابد. يعني سوريا حاضرة من حواضر الوطن العربي. يا صديقي العزيز طول بالك. أولا أنت تقاطعني وأنا أريد تفضل لك الفكرة. إذا كنت تقصد عن الرئيس بشار الأسد فهو منتخب حسب الدستور الموجود حاليا، وعندما نعم. يكون هناك دستور آخر سينتخب إما هو وإما غيره، فلا تجعل من هذه القصة أو أن تقول بأن هذا الشخص هو سبب المشكلة. السبب المشكلة التي عانت منها مصر
والتي تعاني منها سوريا والتي تعاني منها ليبيا، وهو ما سمي بالربيع العربي او الاخواني او التركي اذا اردت. واذا انتم اليوم يعني اصبحتم تغادرون تركيا فقل لنا لنعرف الحقيقه. الحقيقه ان مصر عانت من تركيا وان ليبيا عانت من تركيا وان سوريا تعاني من تركيا، فلا نتبع وراء اصبعنا ونتكلم كما يريد التركي او كما يريد غيره. انتهى الكلام. السيد غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك. هل هناك من تعليق؟ والله نتفق مع تعليق الزميل من سوريا. تفضل. المشكله الحقيقيه في المنطقه العربيه هي وكما اشرت انت الانقسام ما بين الدوله الحديثه في مفهومها سواء دوله ديمقراطيه او اوتوقراطيه والاخوان المسلمين والتطرف الاسلامي. الصراع بينهم. وهذا هو مشكلة التطور، لأنك أنت لم تصل بعد إلى مرحلة تستطيع أن تحل هذا الصراع، هذا الديالكتيكي ما بين التطرف الإسلامي سواء ممثلا في الإخوان المسلمين أو الجماعات الإرهابية الممتدة منها والدولة الحديثة، إنشاء الدولة الحديثة. وبالتالي عندما تطبق هذا النمط على سوريا ستجد أن المشكلة الحقيقية أنك هناك معظم القوى المعارضة لم تكن معارضة حديثة ولا معارضة ديمقراطية، هناك معارضة حديثة، هناك بعض القيادات، ولكن القوى التي تحارب في الميدان اساسا قوات مرتبطه بالداعش وبالقوات الارهابيه وبقوات الاخوان المسلمين هذا كان محور سؤالي. يعني لماذا ومسانده من تركيا التي تؤيد الاخوان المسلمين، ومسانده من دول اخرى في الماضي يمكن قطر او حاجه التي تؤيد ايضا الاخوان المسلمين. وبالتالي هذا الصراع اذا نظرت اليه في اطاره اطار المنطقه تجد أن الدولة السورية ممثلة فيما تكون بها الآن أفضل بكثير من المعارضة المسلحة التي تتزرع بالإرهاب والتي تحاول تعمل. وإذا سقطت الدولة في سوريا في دمشق كانت ستسقط الدولة في نفس النمط الموجود في ليبيا، ليس هناك دولة ونستمر في صراعات مستمرة ويعني انقسامات. وبالتالي هذا هو جوهر المشكلة، وليس جوهر المشكلة الآن البحث عن الديمقراطية، البحث عن الاستقرار أولا ثم بناء الديمقراطية. انما اذا كان لا هنا ليس هناك استقرار وهناك 24 مليون سوري مشردين في ظروف بالغه الصعوبه وهناك يعني مشكله اقتصاديه خطيره، كيف نتحدث عن هذا ونترك بوجهه نظرك ما الذي يمنعه؟ يجب ان يكون هناك نظره شامله للقضيه، وهذا هو ما ما افتقد في المقاربه الدوليه، يعني لا بروكسل ولا الامم المتحده ولا الولايات المتحدة فكروا في أن يدرسوا الموضوع دراسة شاملة ويقدموا أفكار تحل الموضوع. ما تستطيعش أن تتجاهل الدولة السورية ممثلة سواء ممثلة في بشار الأسد حاليا أو في أحد آخر، ولكنها الدولة السورية زي ما أنت قلت دمشق عاصمة هامة لم تسقط دمشق ولم تسقط سدة الحكم، وده مجتمع متقدم ومجتمع الشعب السوري شعب محترم وشعب متعلم وشعب محترم طبعا. له يعني إسهام كبير في التقدم في القرن العشرين والقرن وبداية القرن الواحد والعشرين. وبالتالي لا يجب أن نتجاهل كل هذا ونتحدث فقط عن مفهوم الديمقراطية ونترك مفهوم الاستقرار الذي هو أساسا بداية لتحقيق الديمقراطية. في النقطة الحالية في الموقف الحالي يجب أن يكون هناك مقاربة شاملة تجمع جميع الأطراف ونستمع إلى جميع الأطراف ونتحدث عن كيف علاج المشاكل بشكل شامل للجلاجئين والمجتمع السوري الموجود حاليا في دمشق ولكيفيه اخراج القوى الاقليميه من سوريا، اخراج تركيا واخراج الايرانيين واخراج القوى الارهابيه وما اليه وتسكين الموقف ثم التحرك تدريجيا الى حكومه انتقاليه، وهو ما تحدث اليه قرار الامم المتحده، ولكن قرار الامم المتحده بيؤخذ بمنطق محرف. يعني لا يجب ان يتجاهل الدوله السوريه ويقول لك والله نتحدث فقط عن المعارضه، ما ينفعش كده. طيب أنت تحدثت عن نقطة هامة جدا، يعني بالطبع الديمقراطية ليست الأولوية في الوقت الحالي سواء في الأزمة السورية أو الأزمة الليبية أو الأزمة اليمنية، هذه فيما يبدو أنها مجتمعات لا ولا يمكن تحقيقها، لا يمكن تحقيقها في وضع يتقاتل الناس فيه بالسلاح. الديمقراطية يعني لا تلتقي مع السلاح. طيب نعود إلى نموذج الحرب الأهلية الأمريكية التي مع الفارق الكبير ومع الرجوع إلى الأصول الأوروبية للأمريكيين، كانت هناك بالفعل أصلا فترة تعايش قبل أن تحدث كل هذه الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب أهلية طاحنة بين الشمال والجنوب، فيما يبدو أنه تم تكوين نوع من أنواع المجلس الرئاسي
مكون تقريبا من 12 رئيسا قادوا البلاد لمدة تقريبا 10 سنوات حتى استقرت الأمور وبدأت كل الأطراف تتفاهم. هل نحتاج إلى فترة انتقالية قبل حدوث ديمقراطية؟ يعني والنظرة إلى المقارنة مقارنة بين المنطقة بعيد الأوسط وتجربة الولايات المتحدة ده مقاربة بعيدة شوية. لماذا نحن دول قدمنا حضارات؟ تفضل. يعني أنا دارس جيد لتاريخ الولايات المتحدة ودرست في الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة عندما أنشئت كدولة ديمقراطية، الآباء المؤسسون عملوا دستور لحد دلوقتي ما زال يتبع. عندما جاءت الحرب الأهلية كانت مجرد انتربشن، يعني خروج عن الخط. والمجتمع الأمريكي كان مجتمعا متقدما يؤمن بالمبادئ التي نشأت فيها الثورة الفرنسية من أصول غربية لا يعني بصرف النظر أصول غربية، إنما المفاهيم يعني الإنسانية التي توصلت إليها الإنسانية في القرن 17 و18 من جيل جاك روسو، مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والإخوة، هذه المبادئ استقرت في الوعي الأمريكي. وبالتالي عندما استقرت في الوعي الأمريكي في البداية والأباء المؤسسون عملوا الدستور وأنشأوا المؤسسات الأمريكية الكونغرس وما إليه، كانت هذا فيها توازنات معينة تمنع أي انحراف. ولحد دلوقتي رغم كل المشاكل التي واجهها المجتمع الأمريكي بيستطيع أن يتعامل مع أي انحراف وأي خروج عن الدستور. ده قضية تانية. إحنا دلوقتي بنتكلم عن سوريا. لو تحدثنا عن الأساس هنا في سوريا تحديدا، الأساس يعني هل كان مثلا لم يكن قبليا؟ من المؤكد يعني أن الأساس في سوريا لم يكن قبلي. يعني أنت وصفت الحالة الأمريكية، لو تطرقنا إلى الحالة السورية تاريخيا، ما هي العوائق التي تمنع الآن الوصول إلى نقاط اتفاق بين أطراف النزاع في سوريا؟ أنا أشرت في النقطة الأولى من سيادتك، وده نقطة أساسية في الذي تعوق التحرك نحو الديمقراطية في المنطقة العربية، وهي الصراع ما بين الدولة الحديثة والقوى المتطرفة الإسلامية. هذا الصراع الذي بدأ منذ بداية القرن العشرين ظهر بشكل واضح بعد كده في 1927 الإخوان المسلمين، ثم انتهى به إلى أن أصبح انتشر في كل أنحاء المنطقة العربية. هناك صراع واضح في كل هذه البلاد. هذا هو ما يعوق استخدام أو تطور الدستور والحركة الدستورية، وده واضح في مصر. لو كان الدستور بتاع 1922 ثم الدستور 1000 بتاع وما إليه 36 وما إليه استمر، كنا استمرنا في حياة دستورية سليمة. إنما لماذا لذلك كان هناك خروج عن هذا من الإخوان المسلمين وبداية محاولة استخدام القوة للسيطرة على النظام، وأدى هذا إلى الثورات المتتالية سواء في 52 ثم بعد هذا في 2010 وما إليه. وبالتالي هذه هي المشكلة العميقة التي تواجه المنطقة العربية، كيف تخرج من هذا الفخ ما بين قوتين، الدولة الحديثة لا تستطيع أن تثبت أركانها لأن الإخوان المسلمين يحاولوا دائما أن هدمها، والمؤسسة الدولة الحديثة بتعتمد على المؤسسة العسكرية وعلى الجيش الوطني وما إليه وعلى أن تحرك الأمور. وبالتالي نفس هذه الأزمة تواجه كل الدول العربية بدرجات مختلفة. بوجهة نظرك هذا ما لا يتفهمه الغرب، أن نوعية الدول التي ستفرز من هذه المجتمعات ومن هذه الظروف يجب أن تكون مختلفة عن النمط العالمي؟ لا مش مختلفة. هناك سوء فهم لطبيعة الصراع، وكان هذا كان واضحا جدا في أثناء إدارة أوباما، وكنت أنا يعني مشارك في لقاءات عديدة ومحادثات في الولايات المتحدة في أثناء إدارة أوباما مع المفكرين الأمريكان والثينك تانكس وما إليه. كانوا بيتحدثوا طيب من يبقى الحل لكي نحل مشكلة الإرهاب الإسلامي في أي اتجاه والتطرف وما إليه، أن تسيطر جامعات الإخوان المسلمين على الدول العربية ونتفاوض معها، وكان هذا هو الاتجاه. وبالتالي كان هناك يعني خطأ أساسي في الاستراتيجية الأمريكية وبالتالي والغربية بالنظر إلى الأمور بهذه البساطة، أنك أنت تضحي بالدولة الحديثة التي أنشأتها مصر أساسا في المنطقة ثم تحركت إلى المنطقة كل من أيام محمد علي انتشر في المنطقة كل، تضحي بهذا من أجل أن تحل مشكلة قصيرة الأمد وهي مشكلة الإرهاب التي ظهرت ومواجهتها أوروبا وأمريكا وما إليه. كانت هذه المشكلة كانت ستؤدي إلى كارثة إذا انتهت الدولة الحديثة في مصر والدولة الحديثة في الدول العربية الأخرى. ماذا سنعود إلى القرن 18 و16 و17؟ إذا استمر هذا الوضع، ضغوط أوروبية لإيصال التيار الإسلامي إلى سدة الحكم في الوطن العربي و الدول الموجودة حاليا، يعني ما الذي سنصل إليه؟ لم يستمر المفهوم الذي ظهر. هم الآن يضغطون على سوريا. لا اختلف الأمر.
إدارة أوباما جربت هذا وتعلمت النخبة الأمريكية تعلمت أن هذا لا يمكن وأنه خطأ في حد ذاته لأنه سيؤدي إلى مزيد من التطرف الإسلامي ومزيد من الإرهاب. يعني وجدوا هذا تعلموا الدرس وخرجوا من هذه المرحلة. دلوقتي هم ما زالوا في مرحلة الموازنة. المشكلة الحقيقية عندهم أنهم بيحاولوا أن يطبقوا مفاهيم مرتبطة بمفاهيم المجتمع الأوروبي والأمريكي وتطبيق حقوق الإنسان والحرية وحرية الرأي وما إليه، بيطبقوها على موقف فيه صراع عنيف ما بين التطرف وبين الدولة الحديثة اللي احنا بنواجهه دلوقتي. ويكون النتيجة انك انت دائما يتحدثوا طيب ما تسيبهم يتكلموا عن الإخوان المسلمين، ما تسيبهم يتحركوا، يعني هذا المفهوم يتحركوا معاك احنا ممكن يتحركوا، والدولة المصرية والدولة جميع الدول العربية بتقول كده، ولكن ليس في إطار استخدام القوة المسلحة وليس في إطار انك انت تستخدم وسائل مختلفة لغسل مخ غير المتعلمين لكي تصل إلى السلطة ثم تستمر فيها. طيب بوجهة نظرك وكمشارك، أنت تحدثت على يعني مؤتمرات تفكر في الخروج بالأزمة السورية مما تراوحه الآن، كيف يمكن حلحلة هذه الأزمة؟ هناك أيضا أطراف أخرى يعني بعيدا عن التيار الإسلامي متدخلة ومدعمة للإدارة السورية ولكنها غير مرغوبة إقليميا، مثلا تحديدا إيران. يعني كيف ترى حل للأزمة؟ لا، هو أصل التدخلات بتعكس تدخلات، يعني التدخل التركي يعكس التدخل الإيراني، التدخل الروسي بيعكس التدخل الأمريكي وما إليه. فالمشكلة متعقدة نتيجة أن كل قوة بتدخل توازن القوة الأخرى وندخل نوصل إلى مرحلة انسداد، وإحنا في الوقت في مرحلة انسداد حقيقي. كل دولة كل قوة معينة لها منطقة نفوذ بتحاول أن تحتفظ بها. أدي النفوذ التركي، أدي النفوذ الأمريكي في منطقة الأكراد والبترول، أدي النفوذ الروسي في سوريا أساسا، والإيراني بيزاحم النفوذ السوري في الروسي في سوريا ككل. كيف نصل إلى هذا؟ عندك المشكلة مرتبطة بالمشاكل الموجودة في النظام الإقليمي والنظام الدولي ككل، الصراع ما بين الغرب والولايات المتحدة بالذات وإيران. ماذا نفعل؟ لأن إيران بتتدخل في كل مناطق ومن ضمنها سوريا. هل ستحل هذه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ونشوف ما هو الحل؟ لأن المشكلة بتاعت إيران مرتبطة بالسلاح النووي ولكن أيضا مرتبطة بالتدخلات الإيرانية في المنطقة ومن ضمنها سوريا. أيضا كيف سيكون دور تركيا بعد أن يعني بدأت تدخل في مرحلة نضج سياسي وتخرج من مرحلة يعني ما أقدرش أوصفها، يعني مرحلة غريبة من التصرفات السياسية، بدأت تدخل مرحلة التوازن السياسي. طيب ستغير موقفها من سوريا بالذات وإدلب وما إليه؟ ماذا سيحدث؟ طيب في إذا حدث تغير في موقف الإقليمي إيران وتركيا، قد يكون هناك أيضا تحرك ما بين الموقف السوري الروسي والأمريكي، ورغم أن احنا دخلنا في مرحلة حرب بردة جديدة ما بين روسيا والولايات المتحدة بالمشاهدة في الكلمات واستخدام كلمات مائلية ما بين جو بايدن يصف بوتين بكذا وما إليه، هذا غير صالح النظام الدولي ككل ولا النظام الإقليمي بالذات. طيب هذا على الصعيد النظام الدولي والإقليمي، ما هو الأمل الذي ينعقد على السوريين أنفسهم؟ إذا لم تساهم أنت في حلحلة مشكلتك فإن كل طرف سيسعى إلى مصالحه فقط، يعني ماذا تتأمل للمسار السوري الداخلي حتى يتم حلحلة أو تتم حلحلة هذه الأزمة؟ يعني في الأدب الروماني بيقول لك والله اللي جئت بي لكي أصف المعبد ولكن ليس لكي أبني من جديد، فمش دوري إن أنا أديك الحل، يعني أنا دوري إن أنا أحل الموقف. لا، أتحدث عن تصور، يعني ليس هل هناك تصور واضح، أنا بقول لك إن هناك المشكلة الوقت هناك انسداد حقيقي في المواقف. ليس وهذا هناك. ليس هناك أي تقدم ولن يحدث أي تقدم. العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة متوترة جدا وده ستنعكس في كل حاجة من ضمنها سوريا، بين الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ما زالت في مرحلة أخذ وعطاء مش واضح أين ستصل. موقف تركيا بيتبلور لسه مش عارفين هيحصل له إيه، لأنه واضح أنه عايز يحسن موقفه أردوغان في المنطقة العربية. لم تتبلور بعد المواقف الدولية والإقليمية، ولكن من المؤكد أنه يجب أن نساعد الدولة السورية الموجودة في دمشق بصرف النظر عن رؤيتنا لها هي إيه، أنها تكون لها التواجد وأنها تستمر في أن تكون عضوة في النظام الإقليمي العربي، أن تعود مثلا إلى جامعة الدول العربية. طيب على صعيد حل مشكلة اللاجئين التي يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدتهم
بشكل ما. هل لك من رؤية عامة لهذه الأزمة؟ تقريبا يقال إنهم 7.5 مليون لاجئ في موزعين على دول العالم. طبعا دي مشكلة خطيرة جدا، ودي تحتاج إلى اهتمام بالغ من المجتمع الدولي ككل، مش بس الأوروبيين. لماذا؟ لأن دي مشكلة إنسانية، ولكنها مشكلة إنسانية سيكون لها توابعها. الأطفال الذين نشأوا في المخيمات وفي ظروف بالغة الصعوبة، ماذا سيكون موقفهم في المستقبل؟ وهل سينضموا لجماعات إرهابية؟ هل سيتعلموا إيه؟ يتعلموا إزاي؟ الجيل الجديد ده هيكون إيه؟ من 7.5 مليون هيجي منهم جيل مليون على الأقل، طب دول هيروحوا فين؟ فبالتالي هناك مشكلة إنسانية ومشكلة سياسية خطيرة تواجه النظام الدولي، يجب أن يتعامل معها بجدية أكثر من كده. إذا كانت الأمم المتحدة طلبت 10 مليار ولم تفي الدول بهذا، فده مش كفاية. ولكن أيضا يجب أن يكون هناك تحرك حقيقي فعال للعناية بالمخيمات دي واللاجئين، وليس فقط مجرد صرف فلوس ومجامل. يجب أن يكون تحرك من الجمعيات الأهلية والمنظمات الغير الحكومية والأمم المتحدة لمواجهة هذه المشاكل. الناس دي في الشتاء كانوا بيواجهوا مشاكل خطيرة وبالغة الصعوبة. فبالتالي الأزمة بأزمة اللاجئين في حد ذاتها تحتاج إلى نظرة جديدة وتحرك واعي وعلى أعلى مستوى من الجدية من المجتمع الدولي ككل. طيب هذا على صعيد المجتمع الدولي، كيف ترى التحركات العربية لحلحلة هذه الأزمة والأزمة السورية تحديدا؟ لا أتحدث عن جامعة الدول العربية، ولكن نتحدث عن الدول الفاعلة في المنطقة. لا يعني طبعا 6.4 مليار دولار شاركت فيها الدول العربية المانحة، شاركت فيها المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية في مجموعة من الدول شاركت فيها، وبالتالي المشاركة موجودة. ولكن الدول العربية للأسف، وخصوصا الدول العربية الأساسية اللي هي المحور الأساسي اللي بنتكلم عنه وما يسمى محور الاستقرار، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منشغلة بمشاكل خطيرة في المنطقة. عندك حرب اليمن يعني مستعرة ومشاكل خطيرة في اليمن، عندك مشاكل إيران والتطورات التي تحدثها ما بين حين والآخر، عندك مشاكل ليبيا، عندك مشاكل أسد النهضة وإثيوبيا وما إليه. وبالتالي هناك انشغال لدى القوى الأساسية في العالم العربي بالقضايا الإقليمية الملتهبة، وبالتالي إمكانية هذه الدول أن تؤثر في القضية السورية محدود في هذه المرحلة. وبالتالي المجتمع الدولي ككل عليه أن تقع عليه المسؤولية أكبر، وخصوصا أن التدخلات في القضية السورية تدخلات إقليمية من خارج المنطقة العربية وتدخلات دولية. يعني الدور الروسي والدور الأمريكي دور أساسي في المنطقة، الدور الأوروبي محدود جدا، ليس له دور. يعني ده بيتكلم فقط ويحدد، ده أنا ما فين هو؟ هناك تواجد أمريكي حقيقي على الأرض في سوريا بسلاح قوات، هناك تواجد روسي حقيقي، هناك تواجد تركي حقيقي، وهناك تواجد إيراني حقيقي. أين الأوروبي؟ أين الأمم المتحدة؟ وبالتالي في مشكلة حقيقية. أين القوى الإقليمية وأين الدبلوماسية؟ أنت يعني من مدرسة دبلوماسية كبيرة في الوطن العربي، كيف ترى التحركات؟ يعني ما لا يحل بالحروب وما لا يحل بالصراعات يحل بالسياسة، كما حدث في الأزمة الليبية التي بدأت تحلحل يعني مؤخرا بتدخل أمريكي. أين كائن السياسة بين في المحيط العربي؟ يعني شوف، يعني أنا أتحدث من واقع أننا من دارسي السياسة الدبلوماسية المصرية. طبعا احنا مصر كدولة متوسطة الحجم ودولة فاعلة في المنطقة تحركت بالقدر الممكن للمساهمة في تخفيف الأزمة السورية، ولكن نظرا لانشغالها في القضايا المختلفة والإرهاب في سيناية والمشاكل في ليبيا والمشاكل في لم يكن لنا أن نستطيع أن نقوم بأكثر من هذا. ولكن ما يمكن فعله في المستقبل القريب هو أن تقوم أحد الدول المحور دي اللي بنتكلم عليها، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بالدعوة إلى مؤتمر عالمي لحل المشكلة السورية في إطار أكثر واقعية، وبحث هذه القضايا المتشابكة. كيف يمكن إخراج هذه القوة من الأجنبية من سوريا؟ يعني ده النقطة الأساسية واللي أشار إليها المتحدث السوري. يعني إزاي نقدر نعمل انتخابات حرة وديمقراطية وما إليه إذا كان في إدلب كذا وفي أمريكان في كذا وفي داعش ما زالت موجودة وقوة إرهابية يعني فعلا قوة يعني تمنع أي تحرك نحو أي استقرار نحو أي ديمقراطية. فالنقطة الأولى التي يمكن أن يعني هذا المؤتمر العالمي لبحث القضية السورية هو أن يبحث في كافية إخراج القوى الخارجية من سوريا، ثم تحقيق حد أدنى من الاستقرار
ثم التحرك نحو ما يسمى سيلف ديترمينيشن او حق تقرير المصير للشعب السوري. طيب سؤال اخير وفي عجل ان تداركنا الوقت، هل تتوقع ان يكون هناك مسار مختلف لاداره بايدن لحل حاله الازمه السوريه؟ والله اداره بايدن ليست واضحه حتى الان وليس لديها الخبره حتى الان للتعامل مع منطقه الشرق الاوسط. المجموعه التي جاءت الى السلطه ليس لديها خبره منطقه الشرق الاوسط بدرجه كافيه، وبالتالي معظم المواقف اللي عملوها مواقف غير واضحه. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر السفير حمدي الصالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أنيل الأخبار. إلى اللقاء.